رمضان ويا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يلي أرضاك الرحمن، يا لي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الإخوة الأفاضل، الأخوات الكريمات. اليوم بإذن الله غنتكلموا على واحد الموضوع من مواضيع رمضان اللي خصها شوية ديال التأمل تاهي وشوية ديال التدبر واللي خصها التصحيح. موضوع هذا النهار إن شاء الله غنتكلموا على مجموعة من العادات غير الرمضانية، مجموعة من العادات اللي تتنافى وقدسية رمضان، مجموعة ديال العادات اللي أنتجتها الممارسة العملية ديال رمضان، والتدين اليومي ديال الناس، والتدين التاريخي، الإرث التاريخي الثقيل، واللي أحيانا تفرغ الصوم من محتواه، واللي كتضيع مقاصد الصيام في كثير من الأحيان. هو لا شك أن الحمد لله رمضان يحظى عند المسلمين عموما وعند المغاربة خصوصا بواحد القدسية، واحد الاحترام كبير، واحد المكانة متميزة، حتى أن الناس الحمد لله يجعلون من رمضان موسم ديال التوبة، وموسم ديال الإنابة، وموسم ديال الصدقة، وديال الجود، وديال الكرم، وديال صراط الرحيم، وديال مجموعة من الخيرات ومجموعة من الفضائل اللي كتكون مفقودة في رمضان. ولكن مع ذلك، مع أننا نسجل الحمد لله هذا الشيء باعتزاز وبارتياح الأمور، لابد أيضا أن ننظر إلى بعض العادات السلبية التي علقت بممارسة المسلمين لهذا الشهر الفضيل. وهنا إن شاء الله نتكلم على واحد العادات، واحد ثلاثة أو الأربعة على أكثر. العادة الأولى هو أن رمضان عند بعض الناس تحول إلى موسم ديال الأكل، وموسم ديال الشهوات، وموسم ديال الزرود، وموسم ديال الاستهلاك، حتى أن معدل الاستهلاك يرتفع في رمضان، وحتى أن مصاريف الأسر يرتفع في رمضان بواحد الشكل زائد عن الحد. احنا ما نقدروش نقولوا للناس ان الاستهلاك كله حرام وان التوسع على الاهل وعلى العيال حرام، لا ابدا، ولكن نقول لهم ان الاسراف هو الاحرام، ان الاسراف هو الاحرام، وان من مقاصد الصوم هذا الامر ديال الاقتصاد في المعيشه، ان يعلمنا الاقتصاد في المعيشه، والصوم عنده مقاصد صحيه لابد من مراعاتها. ما عندها حتى معنى ان يظل المسلم صائما طيله اليوم ولكن في الليل ياكل اضعاف ما كان ياكل بالنهار، هذا الشيء يفوت هذه المقاصد الصحيه وكيضيع المقاصد الاجتماعيه للصيام. والمفروض ان ما زاد عن حاجه الناس في رمضان، المفروض ان هذا موسم الحمد لله ديال الجود والكرام وديال الصدقه وديال كذا، وقد كان رسول الله اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان. من العادات أيضا السيئة في رمضان أن بعض الناس ولا عندهم هذا الشهر الفضيل موسم ديال الفرجة وديال الفكاهة وديال الأفلام، اللي على كل حال كثير من هذه الأمور هذه لا تتنافى وقدسية هذا الشهر الكريم. ما فيها باس أن يروح الناس عن أنفسهم، ما فيها باس شيء من الفرجة في حدود الشرع، حدود ضوابط شرعية وفي حدود مباح، ولكن باش يولي يوم المسلم وليله واللي رمضان كله موسم ديال الفرجة وديال الفكاهة وديال، في ظل هذه المآسي التي يعيشها المسلمون وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها الأمة، هذا لا يستقيم ولا يتناسب مع هذا الشهر الفضيل. مع أنه يجب التنبيه إلى أن واحد النوع من الأفلام، واحد النوع من البرامج هذه يعني يجب تجنبها في رمضان وفي غيره، ولكن في رمضان تكون مطلوب اجتنابها بشكل أكثر وبشكل أولى. من العادات أيضا السيئة أن بعض الناس رمضان بالنسبة لهم موسم ديال الخمول، وموسم ديال النوم، وموسم ديال الكسل، حتى أن بعض الناس يعطلون أعمالهم. واحد العدد من الطلبة ومن التلاميذ يعني كيخليو الدراسة ديالهم، كيخليو لإعداد الامتحانات ديالهم، واحد العدد ديال الحرفيين وكذا يدعون أعمالهم بمبرر رمضان، مع أننا إذا رجعنا إلى تاريخ الأمة
تلقاو ان هذا الشهر الكريم هو موسم ديال الفتوحات، وموسم ديال الانتصارات الكبرى، وموسم ديال البذل، وموسم ديال العطاء. ما احوجنا الى استحضار هذه المضامين وهذه المعاني ديال رمضان، ما احوجنا الى ان نعود الى مقاصد رمضان وان نستحضر روح رمضان. عسى الله ان يبدل ما بنا من هذه الامور. ولذلك البدائل المطلوب في رمضان هو ان هذا شهر الحمد لله ديال شهر القران، شهر العباده، شهر الصيام والقيام وصلاه التراويح، هذا شهر ديال صله الارحام، هذا شهر ديال التكافل الاجتماعي، هذا شهر ديال اعمال الخير. المفروض ان يكون لهذه الاعمال المساحه الواسعه من ايام ومن ليالي رمضان. اسال الله تعالى ان يتقبل منا الصيام والقيام وان يغفر ذنوبنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.